يقول خلوني يقضي لزومي واضرب الباب يغنيني يالله ولا بعض الميانة يا ليتني ما وثقت بعض الأصحاب لعادها الله ولا يسقى زمانه العام مشان عينه نزع الأحباب ونقوم ونطيح يوم الشانة شانة واليوم صرنا بعينه مثل الأجناب حتى سلامه علينا فيه إهانة عز الله أن جنينا بيض تغرب لا هي زبيدي ولا هي عنصرانة يا جامع الشمل جنب خاطر طاب لعاد أشوفه تراها مع كمانة لعاد تندب علي إلا اليغاب جات الجفية ومسينا بطانة لا تحسب المشكلة طبنا ولا طاب المشكلة ما سلمنا من لسانه والهرج ما عيب الطيب ولا عاب ولا ينزل رفيع من مكانه الهرج ما عيب الطيب ولا عاب ولا ينزل رفيع من مكانه الهرج ماله عن الأجواد مجناب لو جنب أهل المجامل والجبانة اللوم كله على أبو زيد وذياب لو قام كل على صهوة إحصانه تم العرب عن بعضها صارت أحزاب تمسي على الرافدين أرض الكنانة وانعز الله أني ضحية بعض الأسباب هقيتني هقوة ما هي تكانة لو شيمت الشخص مع الأسماء والألقاب قبل اسم جنسيته واسم الديانة ماشي في مثلي عرب تخدع وترتاب وتذوق طعم التنكر والخيانة من طاع شاري يجنب شجرة الدار أحياناً البعد نوع من الفطانة بعض الرياجيل يبرالك وكذاب ما غش بعض الملوك إلا البطانة بعض الرياجيل يبرالك وكذاب ما غش بعض الملوك إلا البطانة أما توفقت في عكفان الأشناب اللي ذرها على الصاحب حصانة ولا اقطع الصوت مرة واغلق الباب واكتب على الباب واغلق الصيانة